اهلا اهلا صادق بيك. عم اقول لحالي ليش المطرح منور اليوم. اهلين ادهم، طمني عنك. كالعاده عالي العال. شايفك هون، عود غدا معنا. يشرفني. بس ناطر جماعه على الغداء وصاروا على الوصول. سمعت انك متوكل ضدي. سمعت صادق بيك، ليش المسألة سرية؟ بعدين ليش تكون ضدك؟ ضدي طبعا ضدي، لكن ضد مين؟ الدعوة ضدك، أما أنا فغير شيء. طالما مو معي شو معناتها؟ صادق بيك، الناس بيختلفوا مع بعض بيجيبوا محامين وبيحلوها، بعدين إذا أنت صاحب حق وقادر تكسبه كساب الدعوة وصحتين على قلبك، شو هالقصة؟ بس هالشي بالنسبة لإلي ما بينتسى. بالنسبة إلك موقف، بالنسبة إلي بزنس. عمل لك هيك منشان أعرف كيف رد لك الجميل. قلت لي جميل يا سيدي، إيدك وما تعطيك البادي أصلا. لا هيك بتكون رحت على الغميق كتير صادق بيك. بكل الحالات ما لازم تعتبر الموضوع شخصي، على الأقل بيني وبينك. والله لكن الشيء اللي صار شو هو؟ قلت لك على الأقل بيني وبينك ما هو شخصي. فينا نروح على المحكمة، على بيت العدالة. بيت شو؟ إلي حق وراتب أخده. معناتها عدوا مع بعض وبلاها المحكمة من أساسها. المحكمة كلها على بعضها مجرد إثبات لحقي، وغير هيك علاك مصدق. برافو برافو صادق بيك، وإذا بدك بصفق لك كمان. بس خدها نصيحة مني، لا تفتح حالك هيك باب. ما الأبواب مفتوحة، ما حدا أحسن مني. عم تقول لي إلي؟ أنا اللي بعرفك وبعرف غيرك. أدام اسمع مني، بلا لك ياه والرزق كتير، ما في داعي نقاطع لبعض. نقاطع لبعض؟ صادق بيك، قبل شوي كنت عم تقول البادي أظلم. روق صادق بيك، روق علينا شوي. أنا ماني خصمك، واللي إله حق بياخده بالمحكمة. بعتقد هيك الناس المتحضرين بيعملوا. عن إذنك الضيوف يوصلوا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا شوف. اهلا وسهلا. شوف. اهلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. شوفوا. تفضلوا. صادق بيك، تليفوناتي معك وفيك تحكيني ايمت ما حبيت. بالمناسبة دعوة بسيطة لا تفسد للود قضية. صحتين وهنا. إلك ولضيفك. سلام. Thank you.